ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، ضيف الكريم بعد التحية. العديد من فعاليات منتدى شباب العالم في نسختها الرابعة تمحورت حول قضايا اقتصادية، كيف تابعت هذه الفعاليات؟ يعني هذه المنصة العالمية اللي يمكن بتأخذ في اعتبارها يعني وجهات النظر وتوضح يعني وضع الدولة المصرية داخل المجتمع الدولي، يمكن بتناقش بعض القضايا اللي تعتبر قضايا ذات هم بالنسبة للعالم كله ولها تأثيرات اقتصادية، زي مثلا القضايا الخاصة بتأثيرات كوفيد 19 وحالة الإغلاق الكبير التي حدثت والمفاهيم الاقتصادية التي بدأت للظهور، أيضا بعض الموضوعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر أو بظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها على العملية الاقتصادية سواء في عملية الإنتاج أو حتى البحث عن مصادر بديلة خاصة بالطاقة النظيفة. أيضا يمكن المتتبع لكلمة السيد رئيس الجمهورية الذي يعني نظر أو استعرض تجربة الإصلاح الاقتصادي ومدى تعاون المؤسسات الدولية واللي أكد فيها، صحيح كان هناك تعاون من مؤسسات دولية يمكن على رأسها صندوق النقد الدولي، ولكن كان هذا البرنامج برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامجا مصريا خالصا، كيف استطاع أن ينهض من النمو من حالة الركود إلى حالة النمو إلى التنمية الاقتصادية اللي بنشهدها باعتراف وبإشادة المؤسسات الدولية سواء على الشق المالي أو على الشق النقدي. ويمكن كان اللاعب الأساسي في هذا الموضوع اللي الرئيس يعني في أكثر من جلسة يوجه له شكر هو المواطن المصري نفسه الذي تحمل يعني تكلفة هذه السياسة، ويمكن بينعكس عليه الآن بشكل إيجابي خاص في الخدمات التي يحصل عليها في الطرق في حتى مستوى التأهيل وحجم الإنفاق على التعليم وعلى الصحة والتطورات أو الطفرة التي حققتها الدولة المصرية في البنى التحتية وتحديدا في مجال الطرق. نعم، توقف الكثير أمس دكتور محمود عند الرقم الذي أعلنه السيد الرئيس في محاولة الخروج من الفقر 400 مليار دولار، يعني كيف ترى تأثير ذلك على الخروج من أزمة الفقر التي يعاني منها الإقليم؟ يعني خليني أذكر لحضرتك فيما يتعلق يعني بموضوع الفقر يجب النظر إليه بالنظرة الواسعة لمفهوم الفقر، لأن الفقر لا ينظر إليه في حجمه المادي أو بالنظرة المادية التي تعني انخفاض مستوى نصيب الفرد من الدخل، ولكن الفقر بيأخذ في اعتباره أربع عوامل رئيسية، هي حجم الخدمات التي يحصل عليها المواطن من سواء في تعليم أو صحة، وضع البنية التحتية داخل الدولة التي يعيش فيها، ثم التطوير البشري أو التطوير في الكوادر البشرية نفسها، ثم بعد ذلك متوسط نصيب الفرد من الدخل. كل هذه الأمور أو هذه التوليفة من العناصر الأربعة إذا ما أردت أن تعلي مستوى رفاهية المواطن فيها، هذا بطبيعة الحال يتطلب حجم ضخم من الإنفاق في كافة المجالات، لأنك تريد أن تتحدث عن تنمية شاملة وليس تنمية قطاعية أو تنمية جزئية في قطاع معين. هذه التنمية الشاملة تحتاج إلى مزيد من الإنفاق، يمكن الرقم اللي تحدث عنه السيد رئيس الجمهورية يعني بيفسر إلى حد كبير يعني حجم التمويل اللازم لتحقيق تنمية شاملة، ويمكن لدينا يعني تجارب رائدة في هذا الأمر، يمكن على رأسها طبعا تجربة أو مشروع حياة كريمة اللي بيعد المشروع الأول على مستوى العالم، ويمكن حتى اختيار المصطلح مصطلح حياة كريمة بيتسق تماما مع الأربع عناصر اللي أنا ذكرتهم لحضرتك، لأن هذه الأربع عناصر تعبر فعلا عن حياة كريمة يمكن يتمتع بها المواطن. الاقتصاد فيما بعد جائحة كورونا دكتور محمود، يعني كيف ترى مسار الاقتصاد في الدول التي عانت وتعاني وما زالت تعاني من هذه الجائحة؟ يعني لم تنجو دولة من تداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، لكن كانت هذه التبعات أو هذه التداعيات متفاوتة من دولة إلى أخرى. يعني يمكن لو تحدثنا عن الدولة المصرية، الدولة المصرية كانت بشهادة مؤسسات الدولية زي صندوق والبنك الدولي كانت الدولة الوحيدة في المنطقة بالكامل التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو موجبة في قلب هذه الجائحة، لكنه في هذا الإطار يجب الإشارة
إلى أنه لولا وجود جائحة كورونا لكانت معدلات النمو الاقتصادي داخل الدولة المصرية وصلت إلى أضعاف أضعاف هذا الرقم، لكنه صمود الاقتصاد المصري أمام هذه الجائحة لم يأتي قبيل الصدفة، والدولة المصرية كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي يعني صمدت والتي حققت في قلب الجائحة معدلات نمو موجبة، هذا إنما يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية واللي فرضته حتى المصطلحات الحديثة التي ظهرت مع جائحة كورونا، ويمكن على رأسها الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد القائم على التكنولوجي. الدولة المصرية اتخذت ومبكرا خطوات أساسية ورئيسية في هذا الإطار، يمكن لدينا بنية تكنولوجية إلى حد ما معتبرة يمكن أن تكون يعني بمزيد من الإنفاق والاهتمام أحد الإرهاصات الأولى للتنمية ما بعد كورونا. نعم دكتور عنبر، إذا تحدثنا عن أننا في إطار منصة دولية للحوار ما بين الشباب والقيادات، من يشاهدنا الآن؟ يعني هل هناك دور يجب على المواطن وعيه أو الاتخاذ به في هذه المرحلة أو المرحلة القادمة؟ يعني يمكن هذه المنصة بتوضح لتحديدا المواطن المصري وضع وحجم الدولة المصرية أمام العالم، يعني استعراض تجربة الدولة المصرية سواء في الإصلاح الاقتصادي أو في أي أمر خاص لأن الدولة المصرية الآن سواء إقليميا على مستوى القارة الإفريقية أو حتى دوليا باتت تصدر تجارب يمكن أن تمثل دروسا مستفادة يستفيد منها العالم. يعني حجم الاستفادة من هذا الحوار يمكن أن يأتي في ابتكار الأمور التي لها علاقة بعملية التعاون ما بين القطاع العام والخاص، متطلبات التنمية الاقتصادية التي تناسب المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية الآن، وأنا أقصد المرحلة الراهنة أقصد الوضع العالمي. لأنه زي ما ذكرت لحضرتك أنه هناك ثلاث تواريخ أساسية في الاقتصاد، في منظومة الاقتصاد: أزمة الكساد الكبير سنة 1929، أزمة الرهن العقاري في 2008، وكوفيد 19. ما بعد كورونا هناك مصطلحات وعوامل اقتصادية بدأت تظهر، وهناك أيضا مصطلحات وأمور اقتصادية ونظريات اقتصادية بدأت تندثر. لابد للدولة علشان تكون يعني مواكبة لعملية التنمية لابد أن تكون تسير في التوازي وفي السياق مع ما يتطلبه العالم الآن من متطلبات للتنمية الاقتصادية. يمكن وجود هذه المنصة واستعراض التجارب الدولية في كافة المجالات وفي كافة دول العالم يمكن أيضا أن تمثل لنا كمصر دروسا مستفادة يمكن وضع من خلالها تصورات بما يتناسب مع طبيعة ووضع الدولة المصرية. طيب القطاع الخاص، يعني السيد الرئيس أشار قبل المنتدى وأثناء المنتدى إلى دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. الدولة تعمل بكل طاقتها على قدم وساق في من أجل التنمية الاقتصادية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. دكتور محمود، إذا أردت أن توجه رسالة إلى القطاع الخاص في المرحلة الحالية والقادمة، يعني من يتتبع كلمة السيد الرئيس خصوصا في أسبوع الصعيد يمكن في كلمات بسيطة وضع الأيديولوجية الاقتصادية التي يعني ستحكم الدولة خلال الفترة القادمة، حينما تحدث عن ثلاث عناصر رئيسية هي الحوكمة والتسعير والإدارة. خليني أخذ فيما يتعلق بالحوكمة فقط، وهو فكرة مشاركة القطاع الخاص. مشاركة القطاع الخاص دي تعني إيمان القيادة السياسية إيمانا، يعني يصل إلى حالة اليقين بأن القطاع الخاص لاعب أساسي ومحوري في عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام. نعم. ولا يعني ويوضح أيديولوجية الدولة في فكرة أنها لا تعتمد بشكل كامل على القطاع الحكومي، ولكن تعطي فرصة للقطاع الخاص أن يعمل ويمكن بتستخدم أدواتها سواء أدوات المالية أو أدوات السياسة النقدية الخاصة بدور البنك المركزي مع الحكومة مع البنوك التجارية في يعني وجود سياسة يمكن أن تدعم القطاع الخاص. يعني أتصور أنه في المرحلة القادمة سوف يعني تظهر رؤية واضحة تدعم القطاع الخاص بشكل أكبر وأكبر لإيمانا بدوره في عملية التنمية أو استيعاب العمالة أو مشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
أخيرا ضيفي الكريم، فيما يتعلق بمسألة التحول الرقمي الذي تم مناقشته اليوم في اليوم الختامي لفعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، دكتور محمود، يعني الربط ما بين مسألة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية؟ زي ما ذكرت لحضرتك، التنمية الاقتصادية والعوامل التي تقوم عليها أو محاور التنمية الاقتصادية هي محاور ليست ثابتة، وإنما تتغير بتغير الزمان، تتغير بتغير الأحداث السياسية، الأحداث الاقتصادية، الأحداث حتى المناخية. ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات كان على رأسها فكرة اعتماد الاقتصاد الرقمي. صحيح هناك دول أو هذا المفهوم ظهر ما قبل حدوث جائحة كورونا، لكنه ازدادت أهميته أكبر وبشكل أكبر بعد حدوث هذه الجائحة، خصوصا فيما يتعلق بالدول النامية أو الدول اللي بيمثل فيها القطاع غير الرسمي أو اللي احنا بنسميه الانفورمال سيكتور، قطاع كبير أو جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي. الدولة المصرية إذا ما ضم تضمين القطاع غير الرسمي بشكل رسمي بناء على بنية تكنولوجية وبنية رقمية منضبطة ومعتبرة، أتصور أنه الرقم الموجود في التقارير الدولية الذي يعبر عن إجمالي الناتج المحلي المصري سوف يتضاعف ضعفين أو ثلاثة أضعاف، وده طبعا له يعني مميزاته وله دلالاته الاقتصادية على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي. الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.